لك يا ابني، تصرفاتك هاي الأيام مو عجبتني أبداً. الله يرحم أبوك، أنا متضايق لأني ما عم بقدر دير بالي على أمانته. مقامي بمقام أبوك، لهيك إذا فت بطريق غلط من واجبي إنه أنا يلي رجعك من هالطريق. سحر، يلا بنتي، يلا ردي على التليفون. وأخيراً تذكرتي جوزك؟ وينكن أنتو؟ عم بتصل فيكي أنت وأمي بس ما حدا عم يرد. أنا آكل همكن أنه يكون صاير لكم شي خطير وأنتو ولا على بالكن. أنت وأمي بتكون تموتوني يعني؟ مو هيك يا ياسمين، خلص طولي بالك شوي. شبك؟ بعتذر أنت فهمتيني غلط. احتمال ما تقدري تاخدي إذن من عمتك. يعني هلأ مو مبين كم ساعة رح نضل، يمكن أنه نتأخر شوي. لو مو هيك تعالي، أنا كتير بنبسط فيكي، أنا بفتخر بوجودي معك. خير أمي؟ أنت منيحة؟ شو بدك نوال؟ الصبح ما أكلتي شي، لهيك قلت بسألك بدك يجهزولك الأكل؟ مو جاي على بالي. أنا كنت مستني منك الخبر مبارحة بس مشي الحال وأخيراً أنت عملت الصح، الباقي مانو مهم. بيقولوا شر الصبح أحسن من خير المساء. طيب أنا حكيت مع زينب وأقنعتها أنه موضوع الضرب ما عاد يتكرر أبداً لو شو ما صار. عم تفهم يا نجمي؟ يعني من هلأ ورايح ما عاد بدي مشاكل. ليش هيك قلبة وشك؟ يلي بيشوفك بيفكر جبناكي بالزور. فرديها. ما بتعرف يا رضوان، الامتحان كان كتير سيء، أنا أكيد رح أرتب فيه. ومن أمتى أنتي بتاكلي هم الدراسة؟ مو لأني أكل هم الدراسة، بس بابا هذا كل همه. أنتي لا تاكلي هم، لينو نص الصف رسب وما بيحاكيكي شي. إذا بدك تضلي تحكي عن الدروس بنروح لطاولة تانية. خلص رح سكر على الموضوع. طيب قدرت ليش تأخر لهلأ؟ ليكو شرف. مين هاي البنت اللي معه؟ في شي حدا بيعرفها؟ من وين ملاقيها لهي؟ كأني شايفة لهالبنت من قبل. هلأ منعرف. معقول بتدرس معنا؟ جامعتنا ما في هيك متخلفين، بس يمكن. مرحبا يا شباب، لا تواخذونا تأخرنا شوي. مرحبا يا شباب. هي بتكون ياسمين رفيقتي الجديدة. حبيبتي عدي هون، تفضلي عدي. نحن شو حكينا سيد عثمان؟ مو انت دعيت لربك وقلت يا رب خليلي بنتي الوحيدة؟ مو على أساس كنت رح تحميها لزينب؟ سيد عثمان كيف تعمل هالشي؟ يعني وعدك كان ليوم واحد وبس؟ نحن صدقناك لأنك عطيتنا كلمة. زينب المسكينة وثقت فيك، انت كيف بتعمل هيك؟ اجا نجمي واعتذر منا وترجانا نسامحه، وقدر يقنع زينب وقال موضوع الضرب ما رح يتكرر. يعني الحمد لله هني أنقذوا بيتهم، لا عاد تلعبوا بعقل البنت بقى. سيد عثمان، يعني أنت مقتنع بالشي اللي عم تقوله؟ ماشي، عطينا العنوان ونحن هلأ منروح ومنفهم منه شو الموضوع. ما في عنوان يا محامي، قلتلكن هن بخير، تركونا بحالنا ولا تتدخلوا. لك أنت كيف بتفكر؟ في أب بالعالم بيعمل ببنته هيك؟ طيب مو مشكلة، امشي، نحن إلا ما نعرف العنوان لحالنا. شباب نحن رايحين. شوفكم شباب. خاطركم. مع السلامة. مع السلامة رضوان. وأنا كمان بدي روح. برافو قدرات، ملاقي بنت بتناسبك تماما، بتمنى لكم السعادة. شكرا إليك. عن إذنكم. لوين رايحة؟ بوصلك إذا بدك.
لا شكرا، ما في داعي، عندي شوفيري بيجي بياخذني، روحوا انتو. طيب ماشي. خير داوود، شو بدك مني؟ اوعك تروحي، انا لازم احكي معك شوي. انت ما عم تفهم، قلت لك ألف مرة انا ما في شيء احكي معك بنوب. مو انت يا اللي بتقرري، عم تفهمي؟ امشي معي لشوف. شو عم تسوي جنات؟ يلا لك يلا امشي. لك عيب شو هناك؟ مين انت ولا مجنون؟ اسمعني، اذا مو حابب تموت روح من هون، لا تتدخل بيناتنا، مفهوم؟ ياسين رجاء خلينا نروح من هون. طولي بالك. اسمعوا لا، روح دور على المشاكل بغير مكان وخليك بعيد عنا. يلا. لك انت مين مفكر حالك ولك؟ انا رح فرجيك قيمتك. لا يلا فرجيني حالك. اسمعني منيح ولا، اذا مره تانية بشوفك حوالين هالبنت رح اخليك تتمنى لو انك ما اجيت على هالدنيا، فهمت ولا؟ يلا. شكرا كثير. ولا يهمك، هي وظيفتي. بتمنى ما اكون خجلت حضرتك. انا قلت لك بلاها هالكلمه، لحقت تنسى مو هيك وعدتني؟ مثل ما بدك نيسا، لو سمحتي ممكن تطلعي؟ طبعا ياسي، مو معقول نضل واقفين بالشمس. ابني راسيم، من 20 سنة أول مرة عم بمشي وراسي مرفوع قدامك يا ابني، أول مرة بحس إني بريت زمتي تجاهك، ومن هلأ ورايح صار فيني نام وضميري مرتاح يا ابني. من وقت ما رحت وتركتنا وأنا حاملة هالتقل، بس خلص رميته عن ظهري، خلصنا يا ابني. أنا وأخوك وأحفادي كلياتنا خلصنا من هالمصيبة. هالشي ما بيكفي ليرجعك يا ابني، بس خفف علي وجعي. لأول مرة من بعد 20 سنة أمك رح تنام مرتاحة يا راسيم. حضرة الشرطي، مشان الله احكي لك شي كلمة، قلي انت ليش جبتنا لهون؟ مرة بالاربعينات وطولها 170 وسمرة شوي وشعرها طويل، مو هيك؟ هي هي جلنار، فيها شي؟ وينها؟ ابني شو ناطر خدنا لعندها؟ في مرة بهالمواصفات ملاقين جثتها بمكان قريب من الغابة، لازم تتأكدوا منها. امي Thank you.
تروحي بتتركيني امي. سهر بنتي اهدي شوي بنتي، مو هي، مستحيل تكون هي بنتي، طولي بالك شوي مشان الله. خالتي مشان الله يا خالتي احكي لك شي كلمة، مو هي امي، ما لازم تموت، ما صار لي زمان ملاقيتها، انا لسه ما شبعت منها، ما شبعت من ريحتها، مشان الله احكي لك شي كلمة، قولي مو هي يا خالتي. استهدي بالرحمة ان شاء الله مو هي، اهدي شوي، بعدين نحن ما لازم نهرب بسرعة، يعني ما بصير نفقد أملنا، نحن لازم نكون أقوى من هيك يا بنتي، يلا قومي لنشوف. أمي أمي لازم حدا يتعرف على الجسي، أنت بتقرأ بالمرشي؟ أنا جارة، معلش روح معكم. ما بصير، لازم يكون حدا من قرايبينا. سهر خليكي قوية مثل ما بعرفك يا بنتي، بعدين القصة كلها شك، يعني ما لنا متأكدين، ما بيصير نضل قاعدين هون وعم نبكي، خليكي قوية، يلا يا بنتي قوم. تفضل. أنت كنت حياتي يا ابني، وكنت أملي، وكنت سعادتي كمان، وبعد ما رحت هنن تركوني واحد ورا واحد وراحوا، وبعرف كتير منيح إنه الشي اللي سويته ما رح يسعد قلبك نظيف مثل ما كنت تحب كل الناس، ومثل ما كنت تسامح الكل، كنت رح تسامح المجرم لو الخيار بإيدك، بس أمك مو مثلك يا رسيم، أنا مو مثلك أبداً يا ابني، أنا مستحيل سامح هاي المرأة يلي أخذت نور عيوني وساويت الحياة حبس بالنسبة لي، ما بقدر سامحها، مثل ما هي سخيت فيك أنا كمان سخيت فيها من دون أي رحمة، ومثل ما هي المجرمة خلتني ابكي عليك طول عمري، أنا كمان رح خلي كل واحد بيحبها يبكي عليها. يمكن سهر تزعل مني، ويمكن إذا عرفت تكرهني، بس صدقني ما بيهمني أبداً، أنا دفنت الرحمة اللي كانت بقلبي معك تحت التراب، أنا تخليت عن كل شي كرمال آخذ بتارك، وما عاد في أي شي ممكن يخليني خاف. دخيلك يا ربي ما تكون جنار. أنت نام بالجنة مرتاح، أنا أخذت بدارك جنار، لقيت الشي اللي بتستاهله يا ابني. أمي جنار. هاي أم حضرتك؟ لا هاي مو أمي. يلا سهر، يلا بنتي. ما كانت هي خالي هادية، هاي المرة مو أمي، ما قلت لك يا بنتي، الحمد والشكر لك يا ربي، بس إن شاء الله ما تطلع أمي يا رب. لا هاي مو أمي، أنت خليكي قوية، بعدين هني قالوا لنا
إنه أي حدا مفقود رح يجيبوه لهون. الله يصبرهم لأولادها. آمين. موهي، الحمد لله، الله يعين أهل هالمرة ويصبرهم. آمين. يلا بنتي خلونا نروح. هالمرة ما كانت هي، طيب بلكي نادولنا مرة تانية. شو وقتها؟ لا سمح الله يا بنتي، شو هالحكي هاد؟ بلكي ما عم تعرف توصلنا، بلكي صاير لشي. عم يخطر ببالي ألف احتمال خالي هادية، كان ممكن يكون أنا يلي عم صرخ جوا. بنتي مستحيل نعرف بالغيب، الله وحده بيعرف. إن شاء الله جنار بترجعنا بخير وسلامة. تفاءلوا بالخير تجدوه، صح كلامي بنتي سهار؟ ما بيصير غير اللي الله كاتبه. انت اخترتي موتك بايدك يا جلنار، كنت رح اخذ روحك بس مو من نصيبي. شو في داعي يا أمي؟ ليش عم استنى هون؟ مو قال إنه ماتت؟ شفتيها بعينك يا خانو؟ كنتي مفكرة حالك قوية، وقلتي شو ما بدكن عملوا ما حدا فيكن رح يقدر يهزني بنوم، ورح ضلني واقفة على رجلي، وعم تقولي ما حدا بيقدر يفرقني عن أولادي وما حدا بيبعدهم عني بنوم. بس انتي كمان انهزمتي للموت، لقيتي الشي اللي بيليق فيكي، أول ما بيطلع الضوء ادفنه. قالوا نعم. شو عملت فرحات؟ رايح ادفنها يا خانو. منيح، بس انتبه انه حدا يشوفك بلا ما توقعني بمشاكل. لا تاكلي هم ابدا يا خانو، مستحيل حدا يلاقي جثتها، هون المنطقه مقطوعه. ادفنها بمكان غميق، غمق لها هي الحيه لدرجه ما تقدر تنشر سمها لفوق، ولا تترك اي اثر، لا تخلي حدا يعرف مكانها، خلي الرايح والجاي يدعسوا عليها. خليهم يدعسوا على أمره، هذا اللي بيليق بالحياة. أمرك يا خانو، لا تاكلي هم. أنا ماني غلطان ابنه، أنت اللي بدك هيك يا جلنار. أنا قدمت لك حلين مو واحد، بس أنت اخترتي الموت. أنا ضميري مرتاح،
الحق لاقى مطرحه. متي وخلصنا منك. أمي؟ شو رح نعمل بالبطاقة؟ إذا حدا سأل عن البطاقة بيبين إنه جلنان راحت. يلا ساوي اللازم. بدي الكل يعرفوا إنه جلنان راحت على ألمانيا. طيب أمي، أنا هلأ بعدل الموضوع على الكمبيوتر. صحيح متي، بس كرهي وحقدي إلك لساتهم لهلأ موجودين يا جلنار. حتى جستك ما خففت علي موت تراسيم. من هلأ ورايح مو أنا، ربنا هو بحاسبك. يا رب لا تعذب أولادي مثل ما أنا تعذبت، ولا تفرجيهم حتى 20 ثانية من 20 سنة اللي قضيتهم بين 4 حيطان. أنا تعذبت بس ما بدي إياهم يتعذبوا. خليهم مبسوطين بهالدنيا الفانية يا ربي. لا تحملهم شي مالهم قدرة عليه، ولا تصيبهم بهموم ومشاكل يا رب. خليهم يتعاونوا ويتساندوا مع بعض، وإذا إجا يوم وعرفوا الحقيقة من سهر خليهم يحبوا أمهم اللي ماتت وتركت هالدنيا، ويتذكروها بمحبة. أنا عشت مشان أولادي، وأنت شاهد يا رب. أولادي أمامي عندك، بترجاك ساعدهم يا ربي. تعي بنتي. لا تعملي بحالك هيك يا بنتي. أنا عن إذنكم لازم روح على القهوة. نديم لحاله حرام بيكون تعب من الشغل. طيب خليل أفندي يسلم. بنتي إذا صار شي جديد بخبرك، لا تاكلي هم بنوب. يلا عن إذنكم هلأ. تعي بنتي. ارتاحي عادي. يا ريتنا ما استنينا ابدا. يا ريت لو اخواتي عرفوا كل شيء من البدايه، يمكن وقتها ما كان صار هيك شيء، وامي ما كانت وعد بهالمصايب. قلبي عم يحترق يا خالتي، كل ما بفكر شو ممكن يصير مع أمي قلبي بيوجعني. شي طبيعي يا بنتي. هي أمي، روحك ودمي. بس اهدي شوي، لا تتعبي حالك هيك. ما بيصير تقولي يا ريت، كل شي فيه له سبب. اللي كاتبه ربنا رح يصير. شو بدنا نساوي؟ رح أجهز لك شي تاكلي، خليكي هون. بعرف إنك من الصبح ما أكلتي شي. لا بدي روح هلأ، روز بتكون عم تسأل علي. طيب ماشي، انتي قادرة. بس تروحي كلي لقمتين وارتاحي بلا ما ترجع أمك وتشوفك هيك. رح ترجع مو هيك خالتي؟ أمي ما بتتركني وبتروح ما هيك؟ ايه طبعا يا بنتي، معقول تروح؟ جلنار مستحيل إنه تترك ولادها وتروح. بإذن الله رح ترجع وبتشوفي. شكراً كتير خالتي، لولاكي ما عرفت شو ساوي. لا تنسي إنه جلنار مثل أختي. إن شاء الله أمك رح ترجع عن قريب، وبكرة رح تصدقي كلامي يا بنتي. بس أنتي اصحك تفقدي أملك ماشي؟ ولا تسمحي لأي حدا أبداً إنه يلعب لك بعقلك. جلنار ما بتبدل ولادها لا بالمصاري ولا بالدنيا كلها. يلا روحي
وعانقيها لبنتك وريحي حالك وادعي لأمك كمان. أنا واثقة إنه هي هلأ محتاجة أكتر شي للدعاء. يلا. لك هاد انت مرة تانية تضرب بهالشكل. لك روح. أمي لا تتركينا. أنا ما شبعت منك يا أمي. أمي لا تتركينا. نحن بحاجتك يا أمي، لا تتركينا. سهر أسمع ياسين، قدرت يا ابني الصغير، سامحوني ما قدرت أكون جنبكم، ما قدرت أكون أمكم يا أولادي. لا تزعلوا لأنه أنا خلاص وقتي هون، ما قدرنا نكون مع بعض بهالدنيا، بس بالآخرة رح نلتقي إن شاء الله. كل واحد منكم بحبه أكتر من روحي، لا تنسوا هالشي ماشي؟ أنا أمنت ولادي عندك وجاي لعندك يا رب، بترجاك يا رب لا تخليهم يتعذبوا أو يحتاجوا حدا. أمي أمي لا تروحي. أمي لا تتركينا. أمي لا تروحي. لا تروحي جلنار، لا تتركي أولادنا لحالهم. راسي تفضل أخي، اشرب الشاي. يسلمون ابني. ما في أخبار جديدة؟ إيه سيزقين؟ لا يا أخي، الأمن ما خبرنا بشي. صار معك شي بالرقم اللي أعطيتك إياه؟ شو عم تقول؟ عن جد الله يسلم ايديك يا اخي،
طول بالك. نديم جيب لي قلم ورقة. لحظة شوي. ايه قول. احمد كاراباي طلع باسم هالشخص ما هيك؟ لا ما بعرفه. طيب والمكان اللي اتصل منه؟ ايه طيب راح اكتبه. طيب والله غريبة، هاي مو كانت غابة؟ ماشي يا أخي كتر خيرك، يسلموا ايديك. إن شاء الله لقوا مكانه أخي. سيزجين أعطاني العنوان، وهذا المكان أنا بعرفه إنه غابة بس خير إن شاء الله. استغفر الله، الله أعلم بس إن شاء الله خير. إن شاء الله، القهوة بأمانتك، يلا أنا رايح. طيب أخي لا تأكلها منتك. انتي ما كان لازم تعملي هيك ياسمين. شو بدها هي هلا؟ ايه انسة نيسا متفقنا نشيل الالقاب؟ ايه ماشي نيسا هيك. ها ضايق خلي كتير ياسين، شو رأيك تجي وتاخذني ونروح مشوار؟ لأني رح جن من القعدة بالبيت. طيب ماشي جاي فورا. ممتاز، معناتها ناطرتك، لا تتأخر. مع السلامة. أكيد المختار بيعرف عنوان نجمي، استنيني هون وأنا بجيب العنوان. طيب عم استناك، بس لو سمحت لا تتأخر، بتعرف زينب وضعها مو سهل. كيف ممكن الإنسان يعمل هيك بولاده؟ كيف بيسلم بنته لواحد مجنون مع أنه بيعرف أنه رح يأذيها؟ يا رب ما يصير شي لزينب ونقدر نلحقها. إن شاء الله ما نكون تأخرنا. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل اقعد. بدي عنوان نجمي بارلاك. خير، انت شو بدك من هذا الزلمة؟ بصراحة في مشكلة، وإذا بتساعدني بيكون كتير منيح. أنا لازم أصله بأسرع وقت. أكيد، إذا الموضوع له علاقة بنجمي، أكيد ما رح يكون في خير. ليك، هلا بس تطلع من هالباب، بتفوت بأول حارة على إيدك اليسار. بكفي بقى، ما خليتينا نتفرج على التلفزيون. بكي بكي بكي، بعدين معك انتي. شوفي. اه لا لا، امك ولا اختك، ليش عم تبكي كل هالقد مشانها؟ هي مثل امي. يعني مثل ما البنت بتحب امها، انا بحبها نفس الشيء. ليش انتي حبيتيها لامك الحقيقيه لحتى هيك عم تقولي؟ ليكي حطي ببالك هالشيء، انتي مالك ام غيري انا. طبعاً أنا مالي عندك قدر ولا قيمة. أصلاً أنا مع مين عم أحكي؟ ها؟ كل هالسنين ما عرفتي قيمتي أبداً، هلأ رح تتغيري يعني؟ أحسن الشي روح أقعد بغرفتي بدل ما ضل هون وأتحمل جفاصتك. أمي لا تبكي، ليكي أنا ولا أتزلنا عليكي. لا تزعلي حبيبتي، ما بدي اياكي تتضايقي بنوب، بس ما عم بقدر امسك حالي. طيب ليش عم تبكي؟ ليكون الخاله عائشه صاير لها شيء؟ لا سمح الله بنتي، ان شاء الله ما يكون صاير لها شيء مو منيح، بس بدي اسمع صوتها واعرف انها منيحه وقتها برتاح. بس انا كثير متضايقه لاني ما بعرف عنها شيء بنوب. طيب بركي راحت لعند ولادها، لما كانت تحكي لي قصص كانت تقلي انه هي مشتقت لهم كثير، بركي هي مبسوطة عندهم. طبعا حبيبتي ان شاء الله رح تجتمع بولادها
وراح اتعانقهم بعد كل هالسنين. أنا كل يوم عم بدعي لربي لحتى أشوف هاليوم، وإنتي ادعي ماشي، لأنه الله بيتقبل دعاء الأولاد الصغار. ماشي ماما. سهر روحي افتحي الباب، مالك سمعان الجرس؟ خير خالي هادية؟ في شي أخبار عن أمي؟ في خبر يا بنتي، بس إن شاء الله يكون لخير. لا قوة يعني؟ وين منيحة هي؟ لا لسه ما لا قوة حبيبتي، بس الرقم يلي عم يتصل معك عرفوا لمين هو، وكمان عرفوا مكانه من الإشارة تبعه. يلا عمي خليل عم يستنانا برا. يلا جاي فورا. لوين؟ لو بشوفك يوم واحد قاعدة بالبيت والله لقلع أسناني واحد واحد. لك يا بنت عم احكي معك، لوين؟ في اخبار عن الخالة عائشة ورايحين نشوفها. يلا روحي. طلع على لساني شعر من كتر ما حكيت معك. معقول بعد ما هربت واخدت المصاري تضل هون؟ انتبهي على روز، انا رايحة هلا. شي حلو والله. يلا اتركي لي بنتك ودوري على خالتك عائشة. اتفوه على هيك كني، انا مو جايبة كني، جايبة مصيبة على البيت. شو عم بيصير؟ ليش هالعجقة؟ ما بعرف، تعالي لحتى نشوف. طيب في حدا خبر الشرطة والإسعاف شي؟ ايه حكيتن، قال هلأ بيجوا. إن شاء الله يلحقوا لأنه الوضع كتير سيء. خلونا نجيب شرشف لنشوف بركي منقدر نحنا ننقذها. روحي جيبي من البيت يلا بسرعة. وقفي لك تطي اللي عم تسويه حرام، شبكي زينب وقفي اصحك، ما في شي مستاهل تموتي حالك مشانه. Sanmıştım aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki için ben yıllarca beklerim.